بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الكريم الوساري مصطفى، تاريخ الازدياد 1991، ابن مدينة أكادير بالضبط تكوين، ممثل سائق سير الأجرة. أنا حياة ديالي دوزنا عندي الضومين ديال السينما كنعتبرها كهواية، والضومين ديال الطاكسي كنعتبرها كمهنة شريفة، لأن الوالد ديالي هو تقريبا شي 33 عام هو في الطاكسي. ونهار دزنا راه لقينا الحمد لله، راه كنت كنقرا حتى انا وصلت واحد الوقت، الله وصلت كاتريام صافي مابقاش عندي باش نكمل قرايتي، قلت اللهم ننتج للسينما. قبل كل شيء كنت خدام، كنت في جمعيه خطوه ديال الشباب اللي خديت فيها واحد الخبره في المسرح، وواحد التجربه حتى هي في جمعيه تمينوت. الحمد لله دوزنا شحال من دوزت شحال مراحل في الجانب السينمائي، تقريبا حتى خرجت من دراسه في كاتريام صافي ما كملتش قرايتي، ولكن رغم ذلك ديما كندير في عقلي غادي نكمل، لان اي دومي اي حاجه كتقرا راه بحال الحمد لله كتقرا. صافي التجأت لصيد الاجره، خدمت كمنظم في اللجنه بحكم الثقه اللي دايرين فيها الناس والجمعيات والنقابات، بدات كتزاد العلاقة بيني وبين الناس وبين الجمعيات ومع السلطة. خديت واحد الخبرة حتى في الطاكسي، وحاولت باش ما نجمعش بين المهنة والهواية، يعني فرقتهم. إلا كنت خدام في الفن كنمشي كنخدم معاهم في التورناج ديالي، كندوز واحد المدة بحال شهر شهرين، وقت ما سالا التورناج كنرجع تاني للمهنة ديالي اللي كنخدم في الطاكسي. حصلت على رخصة السياقة في 2016 خديت رخصة الثقة، وكذلك حصلت على بطاقة مهنية، لأن باش تكون سائق سير الأجرة ما ساهلش، يعني الدولة هي الأولى خص دير فيك الثقة، لأنك كتسوق بستاد الناس بستاد الأرواح، وكنهزو عائلتنا أمهاتنا أخواتنا. يعني أي واحد بغى حاليا دابا بغى يخدم في الطاكسي خص يعرف شناهي الدور ديال الطاكسي. الطاكسي راه مسؤولية، الحمد لله هي راه شريفه وعايشين فيها، وكبرنا فيها والدينا وقررنا فيها، ودابا حاليا الحمد لله راه انا متزوج وعندي وليد الله يخلي ليا والله يخلي جميع المسلمين والمسلمات، واستطعت نكسب الحب ديال الناس. وانا واحد الانسان اللي بدون افتخار قلب طيب، كنحاول نجمع بين بحال دابا في الخدمه، كان بعض المرات كنكون فاش كنخدم في المحطه، انا درت واحد 8 سنين في تكوين، كان بعض المرات كنلاحظ كيكون واحد الاكتظاظ، كنوقف كنحاول نعاون المنظمين باش نعرفوا كيفاش نسيروا دوك الناس الكبار اللي غيمشيو، ودوك الناس العيال الحاملات باش نصيفطوهم. والحمد لله انا كنحاول نتفادى المشاكل، لان الطاكسي راه ما ساهلاش، لان كتهز الزبائن كل واحد الله يحسن العوار، كتلقى كان اللي غادي للسبيطار، كان اللي غادي للكوميساريه، كان اللي غادي للمحكمه، كل واحد وعقليته. والحمد لله الخبره اللي خدينا في بطاقه مهنيه فاش قررونا في التكوين، راه كيفرضوا عليك باش تكون انيق وتكون واحد الانسان، يعني تحاول تسمح في حقك، واخا اذا الطاكسي هذيك الدور تسمح حقك باش دابز هنا ودابز هنا، لانك كتخرج في الصباح كتسالي في الجرديه كتخرج كتوكل على الله، خصك تحاول في العشيه ان شاء الله ترجع مهني بخير، والسلامه هي كل شيء. والحمد لله الناس حاليا دابا انا رفيع الجمعوي، انا اي ضومين خرج لك كنمشي ليه، لان الراجل بحال الفاس ماشي عيب باش تخدم، راه القصبو الا كتبيعو دابا راه حلال، لان شنو كيمشي غلط لا خدام هنا لا هنا لا ممثل، شحال كنسمع هاد الهضره عرفت شي تقديم ديال الصالات، لاني كندير تقديم الصالات والتنشيط كل واحد شي، وملي ما كنتسوقش لان شنو كندير، خدام على ولادي وخدام على راسي، وفي نفس الوقت اليوم غتلقاني في الطاكسي، غد اللي غتلقاني في كنصور في شي تورناج، غد اللي غتلقاني كنصور في شي عرس. الحمد لله عندي باقي اهداف، عندي مستقبل قدام، كنحاول ماشي نفاز على واحد الحاجه، كنشد هنا وهنا الحمد لله. وكما قلت لك لقمه العيش الزمان كدير الحمد لله اللي عنده صحيح، هذاك هو الهدف واللهم لك الحمد. وكاين واحد الكونتاكت بيني وبين الناس ديال تكوين ديال اكادير، كنمشي للمهرجانات برا ديال اكادير الحمد لله، كما قلت لك كندير التنشيط، وكما كان شي تورناج كنمشي كنتعاون معاهم، كنحاول نفاصي على الديكوراسيون، لان اكثر هي ندوز الكواليس بزاف، لان الدومي ديال السينما هو كيبغي تاخذ واحد الخبره بحال الديكوراسيون بحال البيرشمان بحال الكاميرامان، لا
لان التمثيل هو كيخليك هوايه، لان التمثيل ما بقاش فيه المعنى باش نهضروا في الواقع، لان كتشوف واحد الممثل كبير ومسكين ما عنده لا تغطيه صحيه، ما عنده لا مدخول شهري، ما عنده والو، كيفاش بديت انت باش يعني دير فيه واحد كمهنه؟ يعني كانكش عشان كنعتبر كهوايه، وقت ما كاين التمثيل راه كنمشي ليه، وقت ما كاين الخدمه كنمشي ليها، وقت المهم اي حاجه خارج كنديرها، وكنحاول نعطي الوقت لراسي، مثلا نجلس مع ولادي ونخرجهم، والحمد لله كانت شي مساعده، كان عندنا المواقع التواصل الاجتماعي، كانت نتلاقى مع الناس مع المخرجين، والحمد لله شحال من واحد ساعدنا معاه في سبيل الله. هذا ما كان الأعمال السينمائية ديالك؟ الأعمال السينمائية تقريبا عندي دابا شي 25 23 25 اللي عندي، لأني بديت في الفي سي دي فاش بديت تما، فاش خديت واحد التجربة. من بعد انتقلت خدمت مع ميدي أن تي في جوج حلقات ديال مسرح الجريمة، وخدمت مع واحد فيلم التلفزي ديال رقصة وحش، وكذلك خدمت مع السي عبد الله التاكونة الملقب فركوس، واحد فيلم سينمائي حتى هو راه مازال ما تعرضش. الحمد لله حاولت باش ناخذ واحد شي تجارب كبار، ولكن ما حاولتش باش نبازي باش نكون ممثل، باش تكون ممثل مشهور صعيب يعني تكسب الشهرة وما كاين والو، يعني كتحاول تبازي على شوية لقطات هكا، وكدير بعض اللقطات دير خمسة، وحنا في الكواليس الحمد لله راه كنكونو خوت وكنتعاون بيناتنا، يعني اللي كيعاون في الديكوراسيون نعاون هذا في رابيرش، نعاون لاسيستون كاميرامان سكريبت، الحمد لله الحاجة. العمل الفني الجديد؟ العمل الجديد واحد الفيلم يلاه غادي يخرج ان شاء الله الايام، راه تعرض في واحد الميراجان في بلجيكا ديال في فرنسا عفوا، ديال المخرج سي الحسين الطايري. فيلم اللي عنوان ديالو امي، بطولة ابراهيم اسلي الزاي الزايري، انا الدور ديالي هو ضابط شرطه. والعمل الاخير دابا اللي خرج هو ديال فيلم تغامت، اللي مثلت فيه واحد الدور ديال واحد التلميذ اللي يستطيع ياخذ واحد يجيب واحد المرتبه ديال 18 في سيونس مات، وكسب المحبه وكسب الثقه ولا مدير الشركه الحمد لله. يعني كان القصه دابا حنا في سي دي، واخا البيرات هلكهم واخا مساكن، ولكن دابا راه ما بقاش حتى البيرات، دابا راه ما بقاش، كلشي مشى دابا، كلشي دابا كاين اليوتيوب القنوات يوتيوب، وفيما يخص الشركه اللي كيجيو لاكادير قلال، كانوا كل عام كيجيو ثلاثه ديال الاعمال اربعه ديال الاعمال. العام كنلاحظ واحد الفيلم اللي جا هو اللي تصور، ما فهمتش شنو هو المشكل، واش المشكل من المسؤولين ولا الناس المكلفين بهذا الشيء، الله اعلم. وما نساوش بلي الام السينما الامازيغيه اكادير، هنا فاش بداو الافلام الامازيغيه، هنا فاش بداو السينما الامازيغيه، هنا فاش تخرجوا الممثلين، هنا فاش تخرجوا الشركات دابا اللي شادين التلفزه، وهنا فاش تخرجوا الفنانين الكبار. ما نساوش بلي اكادير وتيزنيت والنوايا، المهم جهات سوسمسه هي الام ديال السينما الامازيغيه، وكنهضر بها لاني هنا فاش كنعقل لي كاسيت بازال لي فيديو عاد خرجوا الفي سي دي، عاد دابا راه بدات كما قلت لك كانت كيجيو الشركات بعض المرات كيجي يصوروا اعمال تلفزيه تلفزه ومنهم القناه الامازيغيه الاولى، ولكن هاد الاواخر كنلاحظ بداو كيمشيو لكازا، ما بقاش كيجيو هنا.